وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول ما مناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير؟ هذه النبي قالها لأنجش، كان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدو، والحدى هو ذكر النشيد بصوت جميل، بصوت واحد جميل غير الذي يحدث الآن من هذه الأناشيد والكورال وإلى آخره. قال فاضطربت الإبل وتحركت وعليها النساء رضي الله عن الصحابة أجمعين، فخشي النبي من شدة جمال صوتي أن تضطرب الإبل فتسقط من عليها من النساء في هوادجهن، فقال رفقا بالقوارير، يقصد بالقوارير النساء، يعني رفقا بالقوارير يا أنجش، فتوقف عن حدائه حتى تسكن الإبل فلا تسقط من عليها. فهذا هو المقصود، أي ترفق بالقوارير أي بالنساء. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.